يا اختي لا بغيتي ديري بيتزا تركية كيما راكي تشوفي هكا خفيفة ظريفة وبنينة، ولا بات تاعها تطردك غير وحدها. تبعي لا فيديو حتى التالي وحمية حامية. تبعي لا فيديو حتى التالي نوريك لا غوسيت معايا، غير فاسيل اي رابيد اي بون. وراكم معايا بوكو حبيباتي، كي راكم دايرين؟ لاباس غايه ناشطين هانين سينك سينك. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده يا رب العالمين. مقبل راني نخمم شنو ندير حشه، شنو ندير حشه. يا دراكم كاع كيفي تخمموا شنو ديروا فطور وحشه ولا غير انا. بانت لي راه عندي الفرماج بزاف في الفريجيدير انواع واشكال، قلت علاش لا ندير كسموها هذيك بيتزا تركيه. ديجا تبغي لي فرماج، قلت ندير بيتزا تركيه نتعشوا بها وخلاص. عندي تاني شويه تاع الشوربه باقيت لي، وحنا تعشينا قلت علاش لا نتقاسم معكم هاد لا غوسيس، تجيني سهله مهله وبنينه. المهم انا ندير فيها زوج عبار تاع الفرينه. العبار تبغي زوج كيسان، تبغي زوج تاع لي بول كيما انا تبغي. المهم تكبري ولا صغري على حسب افراد العائله. انا درت دو بول، ندير فيهم شويه تاع الملح. ها هو الملح، بسم الله. بعد دوقي لاباط لخصها شويه زيدي، نديرو فيها بون واه شويه الملح، ندير شويه حقه تاع الخماره هكا شويه خماره. انا ما عمرتهاش بزاف. المهم لا عندكم البرد بزاف في الدار عمرو مغرف، انا عندي الدار شويه حاميه، ندير فيها شويه تاع السكر باش تتفاعل. المهم ديري ديرك تاع الشوي وما تضليش ايطاب ايطاب كيما كتشوفي هكا. ونديرو حبه تاع البيض حليتها، ونديرو زيت زيتون، زيت زيتون ندير هكا مام با نص كاس نيشان فايت ربع. المهم كيما راكم تشوفوا دوك غادي نخلطها ونلم العجينه ونولي لكم. هاني بعد ما جمعت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا تجي طريه، ما تجيش يابسه بزاف خاطش مازال من بعد زيت تشرب هذيك الفرينه. كيما راكم تشوفوا راه تجي هكا طريه. انا غادي نخليها تخمر غير شويه ونبدا نخدم فيها، خاطش ملي تخدميها وعلى غردك غادي تزيد تخمر في البلا. ونولي معكم. هاني درت العجينه تاعي خليتها تخمر كيما قلت لكم، داكشي غادي ندير. راني بديت نوجد هنا لافاخس تاعي، فاخس انا غادي ندير متنوعه. كيما هنا درت طوماطيش هذيك سوغيز، هذيك الصغيره طوماط سوغيز كوبيتها، درتها شويه تاع زيت الزيتون وشويه تاع الزعتر وشويه تاع الملح، هذا ما درت فيها اي وشويه حرور. المهم هيا بها بالصوالح هنا نخليها تريح. هنا درت الطوم، المهم تعمارة كل واحد وخاطره، انا تعجبني هاد العمارة. درت هنايا الطوم فيه تاني شوية زيت زيتون خاطر بغيت ندير طوماط ما عنديش، درت غير الطوم فرتته بالليح كيما كو تشوفو، درتها الزعتر شوية زيت زيتون. وهنا راني نحل في هاد الفخوماج، هذا فخوماج غيجيم هذاك البلون هاولا، راني نوجد فيه تاني هذا. اش غادي ندير له؟ ندير له شوية تاع الحرور، ما نديرش الملح سي نورمال، ندير غير شوية تاع الحرور، ندير لها شويه تاع الزعتر وزيت الزيتون ثاني هنا كما راكم تشوفوا نفته. وهنا درت ثاني شويه تاع البصله كما راكم تشوفوا، قصصتها رقيق باش تتماشى مع هاد لافاخس هاد البصله. وهنا خيرت هاد الفخوماج لاباش كيغي ثاني باش نعمر الاخرين، وندير ثاني فخوماج ولا غابي فيه كات فخوماج هذا. وعندي اللي نديرهم بالطوماط من تحتها وشويه تاع لا كريم فريش، وكاين اللي ما نديرش فيهم. المهم غادي تشوفوا معايا التعمار والزيتون، ما نسوش الزيتون كما قال لك هذاك امبورطون في البيتزا. وراكم معايا هنا جبت حبات تاع الفلفله، عندي فلفلات غير صغار هنايا غادي نقطع ثاني حبه ولا هكا هما لا غير صغيرين. هادو ينباعو عندنا باش تعمريهم زعما تفخصيهم وديريهم في الكوشه. انا غادي نقطع حبه ولا زوج هكا كيما نقولوا وحده صفراء وحده اورانج ولا، ونعمر بهم هذا تاعي ونزوق بهم البيتزا تاعي. وراكم معايا ندير غير وحده بالك غير وحده تقدني ولا نقطع زوج. المهم وراكم معايا، المهم انا نوجد كاع لي فخص تاوعي دروك ونتلاقو باش نعمرو البيتزا تاوعنا.
درت دروك خواتاتي يعني حليت لاباط تاعي، دونك شنو غادي ندير؟ غادي هايلا تخدموا هاد لافورم كالمستطيل ودوروها كاع بالفخوماج، ومن بعد هاكا تسيو باش تبلعوا هاد الحواشي. فوالا، خاطش كاين لي جوهم غلاط الحواشي ما ياكلوهمش، تسمي تعمريهم هاكا بالفخوماج يطوقو شباب وياكلوهم. فوالا نديرو لهم لافورم تاع مستطيل الاخر هاكا مستطيل، و سي با مستطيل نخرط. المهم ديروهم على هاد لافورم هاكا كيما العين. راكم عارفين بلي التراكا معروفين بهاد البيتزا اللي جايه في هاد لافورم. فوالا كي الحوته، شوف هاكا اي فوالا. دوك شنو غادي ندير؟ الحشوه الاولى اللي اختاريت نديرها فوالا، يعني بيان ها فيرميتها اكسترا، بلعتها بالبيان كاع. بون، الحشوه الاولى اللي غنديروها غادي ندير شويه تاع الكاتشب كما راكم تشوفوا. هايله هكا، بسم الله. شوف خواتاتي، انا تفكرت باللي كاع من تعمريها وجيت ترفديها تنغبني. اش غادي ندير؟ غادي نرفدها نديرها في البلاه ولا رشيتها بالفارينه باسكو ما عنديش بابي كويسون، وعاد نبدا نعمر فيهم. هاني قلت لكم خواتاتي بعد ما درت هاد الكميه بلا ما نكمل الاخرين، ندير هنا شويه تاع كاتشوب. هاد الوالا غنديرهم هكا بالكاتشوب. فوالا، اش غادي ندير؟ نزيد معاها لا كريم فريش كيما راكو تشوفوا. هوب، ندير هنا شويه هنا شويه، نحاول نمشيها لا كريم فريش. فوالا، نسيو باش نفرشوها غير بشويه. وي ماما، جو مي دو كاتشوب. تم بيان بيتزا؟ وي صحتك. بيتزا كاتشوب هكا غير بشويه ندخلوها مع الكاتشوب. فوالا، نزيدو هادي اوليو لي تضلي طيبي صوص طوماط وكلش ما يكونش عندك الوقت. سهلي على روحك وتجي، والله صدقوني سيوها وردوا لي الخبر، تجي بنينه تاني هكا. شوف الكاتشوب كاع نعرفو بلي مجهده، غادي تخفيها هكا بلا كريم فريش. وكيما نعرفو لا كريم فريش بنينه مخدومه بالفرماج. فوالا، تجيكم شابه بزاف. نمشي هذا بشويه. فوالا، لا فارس انتي وما تبغي، كل وحده واش تبغي، كل واحد ولوغو تاع تاع العام. وي كيما هنا غادي ندير هكا حبيبه الطوماطيش. كوانكراشي كوانكراشي وكراش. ساعات جو فينيغ بيبي جي دي اكروشي. اكروشي سي لا في نو سي لا في. مينوت سي سي ملاس مو جو ترافاي نو. سمحوا لي على الازعاج، عرفوا كاع الوليدات ملي يكونوا في الدار يبغوا يشيخوا. المهم انا هادو كيما كنت درتهم بالفرما بالطوماطيش، هذه غادي نديرها بشويه تاع الطوم هكا. وهنا نجيب البصله ونجيب الفلفله نتاعي. هذيك نديرو هذيك تاع الطون غادي نديروها مع البصله، نعرفوا بلي البصله تتماشى مع الطون. فوالا، وهذه تاع الطوماطيش غنزيد معاها هكا حبيبه فلفله. الفلفله كما شفتوني قطعتها رقيقه وخضره، ماشي مقليتها ما والو مام بوم، باسكو علاش في الغاز ومن بعد زيت هي تاني تطيب نص طيبه. طيب توت فاصون ملي تكون الكوشه حاميه راه طيب بيان كاع. كاش نهار نسيو معاكم واحد البيتزا انا نديرها فريمون وجهد هبال بالفخوما بالكفته وال شي بيتزا تركيه، بيتزا عاديه نتا نشاركها معكم ان شاء الله، راه كاع ليا كلها عندي تعجبه. المهم كيما راكم تشوفوا راني درت هذا، ندير حبيبه تاع الزيتون. المهم الزيتون تبغي تقطعيه تبغي ديري هكا حبات فوالا. انا اش غادي ندير؟ ما غاديش ندري فيها الفخوماج دروك، غادي تطيب ونديريه ونعاود نخليه يذوب شويه، ما بغيش نديرها توت سويت باش هادشي كاع يتشحر كما كتشوفوا في المقله.
مهم بقات لي هنا شويه تاع الزيت الزيتون عندكم تاع الطوماطيش، غادي نديرها غير شويه من الفوق هكذا فوالا صادون هذاك لوغو تاع الزبطه. دوك اش غادي ندير؟ غادي نرش فوقهم كاع في ثلاثه هذاك لوغيكو غير فوالا. هذا الزعتر ماشي كيما اللي نجيبو حنا من البلاد تاع لي في، هذا جاي كيما كتشوفوها رقيق بزاف، يترش فوق لي بيتزا، فوق كاع فوق هذوك لي صالي. مهم انا غادي نبدا نرش فيه ها فوالا. هو لا بواط فيها كيترشي بصح تعرفو يتفرغ بزاف، انا نبغي غير شويه ما نبغيش نخسرها. قالك الشيء اذا زاد على حده ينقلب ضده. هذه هي، ندير هنا ثاني واحد شي شويه هوب، وندير لي بيتزا تاعو هنا يطيبو، ومن بعد نعاودو نديرو موديل واحد اخر. غادي ندير بخاسك زوج زوج هكا المام، وهذا ثاني، ونعاود ندير تاع الفخوماج باسكو ولدي ما ياكلش هاد الصوالح بالبصل والطوماطيش كلش، راكم عارفين الصغار بوغي السامبل، نديرها تاع ولدي غير بالفرماج. وراكم معايا. او نسيت باش نقول لكم بلي هذاك الفخوماج هذاك غير الريجيم اللي خدمته، غنديرها غير هكا من الفوقه باسكو ما عنديش هذاك تاع الشيف غي سي با شيف كسمو موزاريلا، هي نورمالمون اوبليجي باسكو يتشابهو بخاسك سي با الميم كو مي يتشابهو، غير باش يعطيني هذيك نسمع هذيك تاع الكو تاع الموزاريلا. هاني غادي كاع نعمرهم كيما عمرت هذه ونديرهم يطيبوا ونعاودوا نولوا باش نشوفوا الاخرين ثاني. المهم خواتاتي هاني زدت عمرت هادو كيما راكم تشوفوا بنفس الطريقه، درت زوج هاك وزوج هاك ثاني موديل، ولدي درت لها غير زوج حبات بالفرماج والبيض ولا شويه تاع الصوص هذيك، هذا ما كان باسكو راني عارف ما ياكلش هذيك الطوماطيش وهذيك البصله وكل شيء. المهم غنطيبوهم ونعاودوا نتلاقوا باش نشوفوهم في صحن التقديم. المهم خواتاتي هاني وليت لكم بعد لي بيتزا تاعنا طابو كيما راكم تشوفوا تاع ولدي، جاو غير بالبيض والفرماج، وهادو اللي درتهم بالطون والطوماطيش والفلفله. المهم نتمنى يا ربي تنجحوا فيهم نتوما ثاني، جربوهم جربوهم هي نوضي قرفطي 5 5 عجني ديك لي بوط وبديت عمري، ولا عندك اللي يعاونك اعطيه يعمر لك. نتمنى يا ربي هاد البيتزا التركيه تعجبكم اليوم، والفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده. نتمنى نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.